أنا أجد أنا صعوبة في الالتزام بالقراءة، ما هي الحلول؟ شوفي يا سلوى، خليني أعطيك تكنيك بسيط إنك تقرأي. أول شيء حاولي تقرأي بس 5 دقائق، حلو؟ بس 5 دقائق في اليوم، ممنوع أكثر من 5 دقائق يا سلوى. ثاني شيء حاولي يا سلوى تقرأي في المجالات اللي بتحبيها، اذكري لي شو المجالات اللي أنت بتحبيها الآن وفورا عشان أقول لك تقرأي فيها. اذكري لازم تقرأي فيها، أوكي؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا سلوى، اقرأي في الأوقات اللي أنت بتكوني فيها يعني مبسوطة، أو يعني خلينا نقول عند الصباح. أول شيء من الصباح اشربي فنجان القهوة وجيبي الكتاب. ورابع شغلة، خلي كتابك وين؟ في مكان النوم، وين أنت يعني تعملي مثلا أكثر الأماكن اللي تكون موجود فيها، حاولي تضعي فيها الكتب، مثلا الفراش يعني أو عند الرجل، ما بتلاقي الكتاب جنبك، فهذا بشجعك على أنك تقرأي. هذه بعض الأشياء السريعة. طيب، أهم المهارات يا جماعة حسب موقع فوربس، المهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. أيمن لو سمحت أعمل بس أنميوت. أنميوت يا أحمد يا أيمن لو سمحت. طيب، المهارات، خليني الآن يا جماعة بدينا في شق البزنس، ركزوا معي، احنا اليوم تقريبا شق يعني الآن خلصنا مجال تطوير الذات بشكل سريع. أهم المهارات اللي أنت لازم يا جماعة تبحث عنها لو أنت حبيت تكون يعني تبدأ في البزنس. أول شيء لازم المهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات يا جماعة، هذه مهمة جدا. اليوم العالم يتوجه نحو الاي تي، الاي تي هي الترند التوب اليوم في العالم. اتقن يا جماعه المهارات المتعلقه بالتكنولوجيا والاي تي. مثال ذلك يا اخي، نضرب امثله على السريع، الكلاود كومبيوتنج، الماشين ليرنينج، البلوك تشين، الموبايل ابلكيشن والفيرتشوال ابلكيشن. خليني الان انا اتطرق لموضوع الموبايل ابلكيشن كاكزامبل يا جماعه سريع، حوضح يعني نتناول شق الموبايل ابلكيشن كان اكزامبل. زي ما تشوفين السوفت وير، موبايل ابلكيشن سوفت وير هي اليوم الترند العالمي. طيب كيف انا، خليني يعني اذكر بس بعض الاحصاءات، الريفينيوز يا جماعه، الايرادات باي كاتيجوري للابلكيشن ستور زي ما تشوفين، الانفاق الاستهلاكي المتوقع على مين؟ على الموبايل ابلكيشن زي ما تشوفين 2019، الجيمز، الفوتو، الانترتينمنت، السوشيال ميديا والبوكس. هذه يا جماعه في 2019 و20 و21 وايضا 25، لاحظوا كيف يا جماعه الجيمز الابلكيشن الخاصه بالجيمز قديش انه 68% في 2019، وباقي المجالات يعني متدنيه، ولكن الجيمز بتقل يا جماعه كلما مشينا. يعني اليوم انت في ترند في الابلكيشن، انت اليوم تقدر يا اخي الفاضل مثلا تعمل ابلكيشن خاص فيك، في البراندنج تبعتك، في المعرفه تبعتك، في التخصص تبعتك، تمام؟ ابلكيشن، وممكن تعمل عليه مثلا اعلانات، تستقبل مثلا ايضا خدمات والى اخره. حنضرب امثله الان يعني واحنا ماشيين في المحاضره. ايضا الجلوبال كونسيومر سبيندنج ان موبايل ابلكيشن في 2020، لاحظوا يا جماعه في الابل، جوجل بلاي والابل ستور، لاحظين النمو من 55 بليون ل 72 بليون، لاحظوا في 2020. يعني اليوم الموبايل ابلكيشن يا جماعه في ترند وفي جروث مش طبيعي. استثمر هذا القطاع، استثمر هذا السوق اخي الفاضل. يعني شوف انت ايش ممكن يعني مهاراتك تستثمرها في موضوع الموبايل ابلكيشنز، تمام؟ مثال، صلح سيارتك بتطبيق، صلح سيارتك بتطبيق، هذه شركه يا جماعه الكار سيرفيسز، هذه بتستقبل مثلا الطلبات، بتستقبل انه مثلا سيارتك عطلانه تحتاج للصيانه والى اخره، على الموبايل ابلكيشن انت بتقدر يعني تعمل طلب لهم وتتابع اصلاح السياره من خلال مين؟ هذا الموبايل. ايضا الشق الثاني يا جماعه في موضوع قلنا المهارات، انتاج الفيديوهات والصوتيات، البودكاستنج، الفيديوز، هذه مهمه جدا اليوم. لازم تتعلم مثلا فيديوز، كيف تمنتج، كيف يعني مثلا تعمل فيديوهات للشركات، للاشخاص، ممكن على مستقل، على فايفر، على بورك، هذه يا جماعه مهمه جدا اليوم لإلك. ايضا تعلم واحتراف المهارات يا جماعه، سوري، اللغات الاجنبيه، اليوم اللغات الاجنبيه اثبتت الدراسات انه من 10 ل 15% انت بتزود دخلك يا اخوان الافاضل، عشان هيك لازم تتعلم اللغات الاجنبيه، تطور نفسك فيها يا اخوان الافاضل. ايضا تحليل البيانات والاحصائيات، هذه مهمه جدا. مين يا جماعه تعلم مثلا شغل الاس بي اس اس،
كيف تحل البيانات، كيف تستخرج النتائج، هذه مهمة لمين يا اخواننا الافاضل؟ للشركات. ليش؟ المدراء التنفيذيين والشركات بيبنوا قرارات على مين؟ محللي البيانات. عشان هيك دائما محلل البيانات يعني في منهم يعني في السنة بيتقاضى ملايين الدولارات. ليش؟ لأنه بيعطي بيساعد المدراء التنفيذيين العالميين على بناء قرارات في المستقبل، لوين يتوجهوا، كيف التوجهات، كيف الأهداف، كيف البروفيت حيكون عندهم. تمام، مهم جدا يا جماعة. النقطة الخامسة، مهارة الإبداع. أنت ما بتولد مبدع، أنت هذه مهارة بتكتسبها اليوم. يعني ابحث عن، خذ دورة يا أخي، ابحث في اليوتيوب، اسمع بودكاست، اسمع أي شيء، اقرأ كتب. مهارة الإبداع مهمة جدا، أنه يكون عندك إبداع. واليوم يا جماعة من أكثر الناس اللي بتقاضى رواتب في العالم هم الناس اللي بفكروا بعقلية مبدعة. ليش؟ لأنهم بزودوا الشركات وبتزودوا ايضا الافراد والاشخاص بافكار ابداعيه، هذه بتعود عليهم ببروفيت رائع وريفينيوز رائع للشركات. عشان هيك هم ناس يعني لا يمكن الاستغناء عن الناس المبدعين. عشان هيك حاول تكتسب انه الاسلوب الابداعي والمهارات الابداعيه وتفكر بشكل يعني خارج الصندوق يا جماعه. دائما بفكر خارج الصندوق، دائما بكون انسان ناجح. طيب خلصنا شق يا جماعة المهارات، نيجي الآن لأهم الوظائف تبع لتقرير الصادر من شركة لينكد إن في مايو للعام 2021. خلوا بالكم جبت لكم إحصائية جديدة شهر 5 العام 2021. أكثر يا جماعة ترند مطلوب هو التجارة الإلكترونية، التجارة الإلكترونية. بعد هيك بيجي خبراء القروض والرهن العقاري، تنمية، بعد هيك المجال الثالث تنمية البزنس واحتراف المبيعات، خبراء ايضا الشق النقطه الرابعه خبراء في اداره التنوع والاختلاف في بيئه العمل. الناس هذول اللي عندهم خبره في التنوع الاجتماعي ويتعاملوا مع العرقيات المختلفه يا جماعه، هذول مطلوبين ايضا. طيب خليني استعرض لكم هذه السلايد، مهمه جدا يا جماعه. الاي كوميرس سيلز وورلد وايد فروم 2014 2024، لاحظوا كيف النمو الهائل في التجاره الالكترونيه. يعني زي ما تشوفين من 2014 كان بليون و336، اليوم صعد في متوقع البريدكشن تبعته يا جماعة في 2024 6 بليون حيكون مين يا جماعة؟ السيلز الخاصة بالتجارة الإلكترونية. إذا بحكي لك اليوم لازم إذا ما عندك فكر أنه أنت اليوم تتطرق إلى التجارة الإلكترونية، لازم أنت اليوم أخي الفاضل تحاول تتطرق هذا المجال من اوسع ابوابه. انه يكون مثلا، خلينا نضرب امثله، يعني كيف يعني؟ انه يكون مثلا عندك ماركت بليس على الفيسبوك، يكون عندك متجر الكتروني، يكون عندك مثلا متجر على علي اكسبريس، يكون عندك مثلا على امازون يا جماعه حسابات، مثلا حسابات على سوق دوت كوم، حسابات على مثلا كثير من المواقع العالميه المشهوره علي اكسبريس. يعني هذه يا جماعه لازم انت اليوم تقتحم هذا المجال. تمام؟ مثلا وفكر، ما عندك منتج يا اخي جيب منتج، اشتري منتج وبيعه. طيب ما عندك مثلا خلينا نقول يعني اشياء رقميه تبيعها، انت اليوم اعمل منتجات رقميه للمعرفه اللي عندك، الخبره اللي عندك، ترجمها منتجات رقميه وبيعها المتاجر. اوكي، يعني هذه افكار، انا افكار سريعه انا بعطيك اياها. نكمل اهم الوظائف يا جماعه، أهم الوظائف. بيجي بعد هيك التسويق الرقمي، التسويق الرقمي وما أدراك ما التسويق الرقمي. هذا لا يكلفك شيء، دورة ممكن تأخذ دورة مجانية أو يعني تنمي مهارتك من يوتيوب، من مثلا من أي مصدر، أو دورة مثلا من دورات اللي يا جماعة المدفوعة البسيطة. تصير اليوم أنت مثلا تسويق إلكترونيا يا إخوان الفاضل، أو تصير آدمن. هذه يا جماعة اليوم بتقاضي رواتب حلوة وعالية، خاصة مين اللي بيفكر خارج الصندوق. يعني ما بينفع أنه أنا مسوق رقمي أفكر بشكل تقليدي، ما بينفع، لازم انت تفكر بشكل ابداعي. ايضا طواقم التمريض، النقطه اللي بعد هيك مطلوبه وظيفيا. ليش؟ يمكن ازمه الكوفيد 19 هذه يا جماعه اوجدت طلب، زادت الطلب من الطلب على مين؟ الممرضين والاطباء. عشان هيك هذه مهمه جدا. خبراء التعليم ايضا بعد ذلك، منشئي المحتوى، التوجيه الشخصي، الكوتشنج يا جماعه مهمه ايضا مطلوبه طبعا حسب تقرير لينكد ان في شهر 5 العام 2021. خلينا نتكلم عن اساسيات في البزنس. ماذا لديك؟ ماذا لديك؟ مين يجاوب معي؟ ماذا لديك؟ يلا يا بارتيسيبانت، مين يشارك معنا؟ ماذا لديك اخواني الافاضل؟ طيب خليني يعني في السلايد الثاني استعرض. اوكي، ماذا لديك؟ لغة أجنبية ممتازة. طب يا فرح،
يا فرح، احنا ايش بنقول؟ من 10 الى، اثبتت الدراسات، من 10 الى 15% يزيد الراتب بسبب اتقانك للغه الاجنبيه، لديك خبره خاصه في مجال الاي تي. طب ممتاز يا كوبيتر، طب شو بتعمل لهالجيت؟ هذا الترند الاول المطلوب عالميا، عالميا مطلوب يا الاي تي. المهارات هذه يعني شيء رائع، يضبط امورك، لا ما تخليهاش بسيطه، خليها خبره ممتازه ان شاء الله. تمام، حلو. طيب خلينا نكمل يا اخواني الافاضل. تحت الطين يوجد الذهب، هذا المثل الصيني. الان انت اخي الفاضل، انت جواك ذهب، انت جواك ايش؟ ذهب. استثمر هذا الذهب. والله يا جماعه انتم جواتكم اشياء رائعه، اشياء طيبه، اشياء نوعيه، اشياء ممتازه. يا اخي طلع هذا الكلام للعالم، ما بينفع. لمتى انت حتظل ساكت على نفسك؟ لمتى انت حتظل هذا الذهب موجود تحت الطين؟ هذا يا جماعه يمكن الكل بيعرف قصته، اذا سمع قصته في الصين، مثل مشهور انه كان في عندهم تمثال، كانوا طبعا هذه القريه طلعت هذا التمثال الذهبي بالطين وكان مخبأ منذ الاف السنين. اليوم انت لازم تطلع الذهب اللي جواه. تمام، بعد المحاضره حاول انه انت تقعد مع نفسك هيك وتعمل هيك خلوه رائعه، يعني ل 24 ساعه خلوه مع نفسك وعزله مع نفسك، وتعيد التفكير بنفسك وشخصيتك وبافكارك وباهدافك وكل شيء. اخي الفاضل حاول اليوم انت تفكر وتحط اشياء جديده اليوم. تمام، قانون في البزنس، ما هو يا جماعه القانون هذا؟ بيتكلم عن انه لو عندك انت شغف في مجال معين، لو عندك انت هوايه، لو عندك انت هدف، لو عندك ميول، استثمر هذه الاشياء يا جماعه في ترجمتها الى فكره بزنس. اوكي، وفي عندي حلقه خاصه بموضوع الشغف، حلقه خاصه بموضوع الشغف.